طالب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان بعد إلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية، مشيرا إلى أنها تشكل تقييما ثابتا للجمارك على الملابس المستوردة. لفت علان لعقد مجلس إدارة نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة اجتماعا طارئا لتدارس وضع القطاع وواقع المعاملات الجمركية بعد إلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية. وبالعودة مشاهدينا إلى رفض نقابة تجار الألبسة لإلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية، معنا عبر الهاتف من عمان نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. يعني نريد أن نعرف بداية، ما هو الأثر المترتب على إلغاء العمل بهذه القوائم الاسترشادية؟ يعني صباح الخير، احنا القوائم الاسترشادية اسلوب علمي تم التوافق عليه ما بين دائرة الجمارك ونقابة تجار الأقمشة والأحذية والألبسة من حوالي تقريبا 12 سنة. يعني اول قائمة استرشادية كانت في عام 2011، تم التوافق بعام 2009 على انشاء هذا الاسلوب بما يحقق العدالة والشفافية وسرعة الانجاز، حيث يتم تقييم المستوردات بناء على أساليب علمية ونهج علمي واستنادا للاستعلام عن مصادر المستوردات وتقييمها بتشاركية ما بين دائرة الجمارك ونقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة. بعد 12 سنة تقريبا خرجت لنا دائرة الجمارك بأن هذه القوائم غير قانونية ولا تتواءم ومتطلبات قانون الجمارك. إحنا بالرجوع إلى قانونية مدى قانونية القوائم الاسترشادية وجدنا أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من وجودها، لا بل هي معززة بمادة اللي هي الطرق البديلة لتقييم البضائع المستوردة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع. وأيضا للأمانة تم تحديثها وتطويرها أكثر من مرة، وفي عهد عدة إدارات جمركية كانت موجودة، لذلك إحنا في الظروف الطارئة والظروف الحادة اللي بمر فيها قطاع الألبسة وأمام تحديات جمة مثل تحديات الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية وعدم التوازن ما بين ما يفرض على التجارة الإلكترونية وما يفرض علينا من أعباء ضريبية، حيث تشكل العبء الضريبي على قطاعنا الآن 3 أضعاف ما يفرض على الطرود البريدية، لذلك لا نجد الوقت مناسب، وإحنا ما زلنا نتعافى أو في بداية مرحلة التعافي من جائحة كورونا، أن يتم التخلي عن القوائم الاسترشادية بما سيؤدي إلى مزاجية التخمين. نعم. وإلى أيضا يحقق نوع من التوتر في القطاع هو في غنى عنه. نعم، إذا الإلغاء سببه حسب دائرة الجمارك بأنه هو أو هذه القوائم غير قانونية فقط، هذا هو السبب. ولا يوجد ولا يمكن أن يكون إدارات سابقة وقعت عليها وشاركت فيها ويعني سمحت بوجودها لمدة 12 سنة أن لا تكون قانونية. وأيضا إحنا أيضا بالسند القانوني لا يوجد ما يمنع، لا يوجد نص قانوني يمنع وجودها، وهي أيضا استرشادية واستدلالية وليست ملزمة لدائرة الجمارك والكل يعلم بذلك. ولكن الوقت الآن إحنا دائما بنركز كنقابة بنقول الوقت غير مناسب أبدا للتخلي عنها، وشاهدنا يعني إحنا خلال فترة تقريبا أقل من 20 يوم شاهدنا حجم المشاكل اللي أثرت على قطاعنا ومدى الشكاوى اللي وصلت للنقابة من عدة تجار مستوردين، وللأسف دائما الاتجاه نحو يعني زيادة التخمين مما سيؤدي إلى زيادة أسعار الألبسة، مما سيؤدي إلى أنه المستهلك سيكون أمام تحدي أنه في وقت إحنا بنعاني من قوة شرائية ضعيفة. طيب. نجد من لا يشعر معنا. سيد علان، ذكرت من خلال حديثك بأن هناك إجراءات جديدة لربما في موضوع التخمين أو حتى مزاجية كما وصفتها أنت في موضوع التأمين التخمين. نعم. عفوا، كيف ستتم هذه العملية، عملية التخمين، وما هي الضوابط لها؟ يعني في كثير من دول الجوار انتهجت أسلوب إما القوائم الاسترشادية أو وضع معايير أخرى مثل معيار الوزن لتقييم المستوردات، وهذا المعيار أكثر الدول الآن تأخذ فيه. المشكلة إحنا عندنا اليوم أسلوب التخمين حتى القوائم الاسترشادية
كان إن إحنا بعض الملاحظات عليها إنها معقدة وأيضا تفصيلية أكثر من اللازم، وطلبنا عدة مرات إنه يتم تنقيحها وتطويرها وتعديلها بما يحقق أولا الحفاظ على الإيرادات العامة للدولة، وأيضا بنفس الوقت أيضا ضمان سهولة الإنجاز. وإحنا مع دائرة الجمارك إنه لازم تتطور ولازم يكون في لها تحديث بصراحة بكل سنتين أو كل يعني كل فترة زمنية محددة. ولكن إحنا اليوم بنقول التخلي عنها دون وضع معيار ثابت للتقييم خلل كبير سيؤدي إلى الضرر بالقطاع. اليوم التجار نفسهم اليوم يعني بدل ما هو يهتم إنه كيف بده يطور شغله، اليوم عم بيهتم كيف بس بده يطلع بضاعته من الجمرك بطريقة إنه ما يتعرض لغرامات، ما يتعرض لا 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 لتقييم غير حقيقي، ما يضطر إنه يدفع زيادة. يعني اليوم أنا ما بعرف مرات عم بستغرب إنه يعني معقول 12 سنة وكان في عنا الظروف الاقتصادية كانت كثير أفضل من الآن، معقول ما تخلينا عنها أجينا من نتخلى عنها اليوم؟ يعني أنا ما بعرف، يعني بصراحة لا أجد إجابة لقطاعي إنه لماذا يتم اختيار هذا الوقت وإحنا اعترضنا عليه في عام 2022 وتم تمديده إلى آخر عام 2022، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد بديل للتقييم يشعرنا بالطمأنينة والأمان إنه ما في خلل راح يكون معنا. نعم. وأنا بحكي معك الآن، أنا اليوم أنا في طريقي للعقبة، يعني أنا يعني مضطر إني بحكي معكم وأنا رايح للعقبة عشان أحل مشاكل، يعني 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 لنا أن نتخيل وجراء القوائم الاسترشادية. نعم. يعني مش فهل مصير التاجر اليوم محتوم إنه لازم يظل عايش في 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 مشاكل، بينما دول الجوار اليوم في دول جوار يعني قريبة منا الشقيقة السعودية اليوم تخلت حتى عن قوائم التعبئة اليوم، يعني في ناس عم بتطور نهج التجارة وإحنا عم نعقد نهج التجارة، فأنا ما بعرف يعني. نعم. أتمنى سيد سلطان، يعني بالإضافة بعد إلغاء هذه أو العمل على أو الطلب بإلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية، ما هي أبرز المشاكل التي ستواجه التجار والمستوردين؟ مزيد من الغرامات. نعم. مزيد من المزاجية في التخمين، القلق من عدم قدرة احتساب الكلف بناء على يعني الأسعار المفروض أن تكون يعني تحتسب بالسابق، أيضا القلق من عدم العدالة، يعني ممكن اليوم سين من التجار يتقيم له بسعر وصاد من التجار يتقيم له بسعر، وهنا يعني لا يعني دائما ترجع دائرة الجمارك بتقول إنه عندنا الخبرة الكافية، لا إحنا الشواهد الموجودة والدلائل اللي بين ايدينا تثبت انه للاسف دائما اذا ركننا الى العنصر البشري. طيب. في التقييم لن يكون التقييم عادل. طيب سيد سلطان، وهنا يكمن دور النقابه بتقديم المقترحات وتقديم. نعم. الحلول لمثل هذه الازمات كما وصفتها، وكان هناك لكم اجتماع طارئ تم عقده، ابرز ما خلص اليه هذا الاجتماع و كيف سيتم التواصل مع الجمارك وتقديم ما بحوزتكم من مقترحات؟ يعني احنا رح نمشي باتجاه ايجابي للامام، رح نقدم مقترح موضوع معيار الوزن، وايضا سنقدم يعني من حقنا الحفاظ على القوائم الاسترشادية طالما لا يوجد تفاهم حول معيار عادل للتقييم. نعتبر احنا القوائم الاسترشادية حق من حقوق النقابة وحق من حقوق تجار النقابة، لن نقبل التخلي عنه. ايضا هناك ابواب مفتوحة، ابواب الجمارك انا مصر انها ابواب الجمارك كما تعودنا باب مفتوح ويمكن الحوار معهم، وايضا هناك مظلة مثل مظلة غرف التجارة، غرفة تجارة الاردن وغرف تجارة عمان، وايضا معالي وزير الصناعه والتجاره اللي بنعتبره هو المسؤول الاول عن تنظيم القطاع التجاري، فسنلجا لمخاطبه جميع الجهات، وايضا سندعو هيئتنا العامه بعد ما نخاطب الجهات المعنيه، سندعو هيئتنا العامه لاجتماع عاجل نطرح فيه كل مشاكلنا، ويبقى القرار في النهايه الى الهيئه العامه ماذا تريد ان تقرر، على النقابة أن تنفذ ما ترتئيه الهيئة العامة. نعم، نود أن نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان.